الست عشان يكتمل صورتها وجمالها، مش بس يكون الفستان والمكياج والتسريحه، كمان لازم تكون بشرتها جميله وجسمها جميل والكونتور تبعها طبيعي جدا. ودايما بحضر بشارك في المؤتمرات العلميه والطبيه بحكم كوني طبيبه في الاساس، ولكن انا عندي يعني فعلا قناعه تامه بمبدا انه مهنتنا كتجميل مش بس شق طبي، لازم كمان يكون فيها شق تجميلي. يعني زي ما الديزاين مش مجرد قماش ومقص، قماش ومقص مع ديزاينر هيعمل ديزاين هايل، ومع ديزاينر تاني هيطلع حاجه عاديه جدا او شكلها مش حلو. كمان طب التجميل الليزر او حتى الفيلرز والبوتوكس والحاجات اللي بنستخدمها لعلاج البشره مع دكتور عنده فاهم شغله وفنان هيدي ريزلتس هايله جدا وتفوق توقعات المراجع، ومع دكتور تاني ممكن تعمل مشاكل. وفي ناس كتير قوي بتحجم عن التجميل من تجربه فاشله. عينك على العالم.